عليكم. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده ان شاء الله الغدا بتاعنا باذن الله نحب طبعا البلد البيزا من اكل الخضار ومن الحاجات دي كلها، من الاسماك برضو، هو زي الاسماك بس بتبقى بتفتح النفس الملح. ده الرنجه احنا شايفينها دي، وهنا الفسيخ معصور عليه ليمون كتير، وهنا معانا السردين برضو خل وزيت وليمون، وهنا معانا الرنج برضو متقطع العيزة بالطماطم والبصل والطحينة والخل والزيت والطماطم، تبقى جميلة. وهنا معانا البصل الأخضر المقشر جاهز عندك. اتفضلوا معانا يا جماعة. السلام عليكم. كلام دي بطاطس، في ناس طبعا مش بتحب أو مش بتحب، هم مش هيقدروا عشان عندهم برد، مش هيعرفوا ياكلوا الحاجات الحادقة. في ناس هتاكل بطاطس، في فراخ، وفي كان عندنا محشي ده من امبارح هياكلوا بردك ده، في ناس هتاكل ده وهياكلوا ده، واحنا طبعا هناكل ايه الحاجات الحادقة. المهم الحاجات الحادقة جميعا، هو ده المهم. الرنجة دي فظيعة، سمنة زيت، هو ده الكلام. اتفضلوا معانا. السلام عليكم يا جماعة، كنت بسخنه اهو، بس عاملين ازاي؟ واجي النبيت جماعة. حبايب الكرواسون اللي هو الشوكولاتة اللي احنا شفناها كده معانا، بصوا هتشيها كده على جنب عشان تبان. لا من بصوا الشوكولاتة جميلة ازاي جواها، جميلة وسايحة. حط في الفرن، حاجة دي بتحط في التلاجة في علبة، مش في الفريزر، في علبة كده تحت. كل ده بقى يا جماعة مش محتفظة كده بدعمتها وجمالها، تفضل طريه ازاي في الفرن. سخنوها في الفرن يا جماعه، تبقى حلوه قوي تطلع. هقول لكم على نوع الشوكولاته طبعا اللي انا كنت حاطاه دوت، ده نوع الشوكولاته اللي هو كادبري. بس الكبسه مره ازاي اسمه تاني بالسخن، وتعملوا بقى كرواسون صغير وكرواسون كبير زي ما انتوا عايزين. العجينه انتوا عارفينها، هنقول لكم عليها، هنزل لكم فيديو اهي. هي الشوكولاته جميله.